عندك اي طلب منكم. تمام، انا بشتغل ايش بعمل في اي حاجه، سواء انا اليوم بدناش نحكي عن البرمجه، اليوم سيبوا البرمجه على جنب. تمام، حتى لما نطبق على الجيت بدنا مثلا نكتب الاسامي، سيبوكم البرمجه، اليوم بدنا نكتب اكواد برمجيه، بس بدنا نفهم مصطلح الجيت او بدنا نفهم مفهوم الجيت والكاشر كنترول سيستم ليش عملوه. انا لما بشتغل في اي مشروع يوميا ايش اللي بعمله؟ اول شيء بعمل ملف بكتب عليه، تمام، بحفظ. بعد ما احفظ الملف مثلا انا بدي اعمل مشروع او مثلا مقال بحفظه، بعد هيك انا هعمل عليه من جديد وححفظه من جديد، وهيك السلسله او الورك فلو اللي بسموه بتاعت الفانكشن تبعنا بتاعت الورك تبعنا. تمام، هذا اللي كنا بنعمله يوميا، سواء كان في البرمجه في حاجاتك اليوميه لما تكتبها بتكتب رساله لحدها او اي حاجه بتكتب مقاله رسميه، هيك بيكون الورك فلو تبعنا اليوميا. تمام، بس لما احنا بنعمل مانوال فيرجن كنترول، ايش يعني فيرجن؟ يعني الاصدار، يعني مثلا انا بعمل اصدار بحفظه، هاي اصدار واحد. تمام، الاصدار الثاني لما انا اعدل عليه وارجع احفظ من جديد، هاي الاصدار الثاني بيكون. لما انا بعمل لحالي هاندلنج الفيرجن كنترول سيستم اللي بسموه المانوال، بس انا مثلا اكتب ريبورت كريسماس اد مثلا، ريبورت فاينل فيرجن، بعديها فاينل فيرجن رقم 2، بعديها فاينل فيرجن رقم 3. كثير بتصير معانا لما بكون كاتب مليون فاينل فيرجن وفعليا هي ولا واحده فاينل فيرجن، بضلك تدور عليها تدور عليها تدور عليهم. فلما اجوا ايش اسمه فيرجن كنترول سيستم، اجوا عشان يعملوا هاندلنج عشان يحلوا المشكله هذه بتاعت المانوال فيرجن كنترول. تمام، الجيت مش اول فيرجن كنترول بس هي من اشهرها. الجيت عملها واحد اسمه لينوس توربالد اللي هو مخترع كمان لينوكس. سمع على اسمه هو اسف على لينوكس. احنا المفروض انا كنا اندرويد ديفلوبرز والمفروض عارفين انه لينوكس مبني، هذا الاندرويد مبني على لينوكس، فهو بعض الانسان مهم بالنسبه لنا. تمام، فاحنا كمبرمجين دائما نفكر هل ممكن هذا احنا العمليه اللي بنعملها يوميا ممكن نعملها اوتوماتيك؟ ممكن تكون شيء اوتوماتيك يكون معمول اوتوماتيك يحفظ اوتوماتيك، ما بظنش انا احفظ اعمل فيرجن 1 فاينل 1 فاينل 2 فاينل 3. فاحنا ايش بدنا نفكر؟ بدنا نفكر في ثلاث حاجات، نسال نفسنا ثلاث حاجات، وقتيش الملف تعدل؟ وايش اللي تغير في الملف نفسه؟ وليش تعدل؟ تمام، انا الحين لما بعمل وورد مش بكتب مثلا فاينل فيرجن مثلا ادد مثلا كريسماس مسج، تمام؟ ادد شيء. فهل انا لما بدي اضيف شيء ولما بكتب الكومنت الصغير هذا عباره عن كومنت، انا بكتب الاسم الملف هذا عباره عن كومنت، ايش اللي بعمله؟ بقول لالي لنفسي لبكره في المستقبل انا ايش اللي غيرت الملف هذا. تمام، فاحنا ايش المهم عندنا نفهمه في اي فيرجن كنترول؟ لما بدنا نعمل اي فيرجن كنترول نسال نفسنا ثلاث اسئله، وقتيش الفايل كان متغير وقتيش تغير وايش اللي تغير فيه واحنا ليش عملنا التغيير هذا. تمام، خلينا نشوف السيناريو الثاني. تمام، نشوف السيناريو الثاني. الحين السيناريو شخصي واحد، انا قاعد اعمل مشروع في الاندرويد مثلا، في الاندرويد مثلا قاعد اعمل مشروع عن البوبيولار موفي زي اللي اعطيت فيها الدور الفاتر تحملوه. مثلا هذا المشروع انا حطيت فيه فيوتشر جديده، مثلا ضفت اللي يوكس تبع الفيفوريت موفيز، ما ضفتش لسه تبع تي في شوز. تمام، بعديها ضفت عملت لحالي مثلا بتاعت التي في شوز على جنب، فعليا انا عملت زي هيك عملت المشروع حطيت على جنب، بعدين جمعتها مع بعض. تمام، انا ما بحتاجش هنا يعني زي ما تقول ما بحتاجش الادفانتشز اللي احنا حاسينها، هنشوف بعد شوي ايش الادفانتشز. تمام، انا لما اشتغلت لحالي هنا عملت ملفات هناك عن لمعه. تمام، ولكن خلينا نشوف السيناريو الثاني لما نكون احنا في تيم. تمام، حنكون في تيم انا وشو الاسم؟ يوسف وكامل. حنكون انا ويوسف وكامل، تمام، في تيم واحد نشتغل. في عندنا مشروع معين ماشي من الاول، تمام؟ هذا اللي كان سبونج بوب، اذكركم احنا التيم تبعنا سبونج بوب، اسم جدا رائع. فاحنا تيم السبونج بوب تبعنا بدنا نعمل مشروع، لا السبونج بوب مثلا، بدنا نعمل مثلا تطبيق بس عن سبونج بوب، عن مسلسل سبونج بوب، تمام؟ ففي تطبيق الاساسي، هنا الاصل ما قلت انه في التطبيق الاساسي اللي احنا قاعدين نعمل فيه. ولكن مثلا انت بدك تخلي التطبيق في اللغه العربيه، تمام؟ هو بده يخليه مثلا في اللغه الانجليزيه او بده يعمل اشياء ثانيه. بدون ما نعدل على التطبيق الاساسي، بدون انا اكون اشتغل على فيوتشر ثاني مختلف وهو يشتغل على فيوتشر ثاني مختلف بنفس الوقت، وكل واحد ما يعرفش على المشروع الاساسي. المشروع الاساسي ضل ماشي، تمام؟ ولكن هو بده يحاول يعمل فيوتشر ثاني، بيطلع في برانش، ايش بنسميه برانش، تمام؟ مهم جدا، هي اول مصطلح حيكون عندنا. محمد الجيت. نعم. الجيت او جيت محمدكم. برنامج الجيت مخليته. تمام.
مش ضربت في ضربت يا جماعه ممكن استبعد استبعد كل شيء زي ما نشوف الضار الفار وضار الصرصور وضار الصرصور في حالة ما بتصرخوش جزء تمام. فاول مصطلح حكينا عن النور بي سي اس فيرتشوال كنترول سيستم تمام. المصطلح الثاني حنحكي عن البرانش. اكتبون هذول اذا عندكم فيدر ما انا نصحت تكون عندكم فيدر لانه حنصحك كمان شويه تمام. السيناريو هذا كامل عمل فيتشر ثاني تمام. كان بيحاول يعمل بالعربي ولكن انا كملت المشروع الاساسي. انا عندي مشروع اساسي كملت المشروع الاساسي تمام. هو لما كان بيعمل البرانش الاساسي الثانيه ما كانش مأثر علي. يعني انا كنت بشتغل بمشروع وكان بشتغل بمشروع ثاني ولكن صار عنده مشكله وبحاول اعمل مشروع عربي فخلص ما صار شيء في البروجكت الاساسي لغاه تمام. اجى مثلا يوسف يوسف عمل البرانش الثانية ولكن عمل فيه تنو فعلا تنفع لي. بعدين عملت له ايش اسمه ميرج. هذا اهم نقطة الميرج تمام. ايش يعني ميرج؟ انا روحت عملت البرانش هذه عملتها لمسوي ازدواج بالعرض ازدواج مع المشروع الاساسي تبعته. خلاص انا وافقت على انا البروجكت مانجر قلت له ممتاز عجبتني الزواج تبع ممتاز جزاك الله بالخير حطه في المشروع. ولكن الحين هو لما مجد عمل مشروع عمل برانش ثاني وغلط فيه اثر على المشروع نفسه. ولكن لو ما كانش عندنا شيء اسمه فيرتشوال كنترول سيستم ما كانش عندنا شيء اسمه برانش او ما كانش عندنا شيء اسمه ميرج كان كيف هو بده يغير في البرنامج بدون ما يكون في شيء اسمه برانش؟ بيقدرش. عشان هيك احنا صار عندنا شيء اسمه فيرتشوال كنترول سيستم. ولكن خلينا نسال شيء ثاني تمام. الحين احنا قلنا مجد واحمد وكامل تمام. كيف بدي اعرف انه التغيير هذا اللي عمله هنا تغيير لمجد نفسه او هذا تغيير لاحمد او هذا تغيير لمين؟ كيف بدي اعرف؟ فخلينا نضيف للثلاث اسئله اللي حكيناها من قبل نضيف سؤال جديد. مين اللي عمل التغيير؟ تمام؟ صار عندنا اربع اسئله. بالاربع اسئله هذول احنا هنفهم ايش مفهوم الفيرتشوال كنترول سيستم والجيت تمام؟ خلينا نشوف كاستنتاج. يعني احنا ايش بدنا؟ بدنا تول ونتعمل اوتوميفيكيشن لكل العمليه بالثلاث اسئله اللي احنا حكيناها. ايش بدها تعمل؟ بدها تعمل تراكنج للدوكيمنت فيرجن تمام؟ وبدها تعمل كيب ان هيستوري اوف دوكيمنت تشينجز يعني تكون عندها حتى التشينجز اللي كانوا قبل يعني هو غير تمام بس ما اثرش عليه وعندي عده تغييرات. كل واحد من التغيير هذول اللي شفتوهم في الرسمه هذيك عباره عن كوميت. هتفهموا الحين شو يعني كوميت تمام؟ والتيم ورك. ولو كنا نشتغل بشيء في المشروع بشكل ولا واحد ياثر على الثاني تمام؟ فبعديها صار عندنا اداه اسمها الجيت تمام؟ هو هذا شغال الجيت. زي ما قلت لكم الجيت معمول من لينوس تورفالدز. هو اول من صنع الجيت وجاب فكره الجيت. الجيت بتتفرع منها كثير اشياء وفي كثير بي سي اس غير الجيت كثير في ميركوني وفي كثير يعني بشر كنترول غير الجيت ولكن هو اشهر واحد. ليش؟ غير انه دعم كويس فكره الاوبن سورس وكان العالم كله مهتم فيه الجيت كمان في كثير فيوتشرز انه في بي سي اس ثانيه مش موجودات او هو يعني زي ما تقولوا مستغلهم اصح تمام. فصار في عنده شهره كبيره الجيت وكل العالم حاليا. انا ليش بعطي هذا الخبر اليوم؟ لانه مستحيل تدخل اي شركه في العالم انك تتوظف فيها واذا انت ما عندكش السياده الجيت من جيتها بيرفضوك بيرفضوش تحطوك اصلا في مقابله. ممنوع تدخل مقابله انت مش عارف جيت عن جيتها. هذا شيء اساسا المفروض يقرروه في الجامعات. انا مش عارف ايش بيقرروه شيء. فمهم جدا عشان تقدر تشتغل على التيم تبعك بكره تكون عارف جيت وجيت هاب. هنحكي فيها ايش الفرق بين جيت والجيت هاب تمام. احنا الحين خلينا بس في الجيت. سيبكم من الجيت هاب تمام. كنا عملنا له انستال للجيت صح تمام. خلينا نشوف ايش الجيت الاستراكشر تبع الجيت. او اول شيء خلينا نشوف ايش الجيت. نفتح الجيت تمام. هاي جيت باش اللي اسمه. لو انت تبحث على الاكسبلورر تبعك تحط جيت باش حيطلع لك هذا النافذه اللي احنا بدنا اياها تمام. في زي هذا الجيت اللي هو جي يو اي بسموه جرافيك يوزر انترفيس. حاحكي لكم ليش ما تستخدموش. ابطا وما فيهوش اشياء فيه تصنع موجوده في الجيت تحكم اكثر. دائما 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 اللي بتكون بصوره هذه السي ام دي اعتبرونها السي ام دي مش سي ام دي باش اعتبروها بتكون هيك بصوره سي ام دي. وانت بتكون عندك الكوماندز بتكون عندك التحكم الكامل غير لما تكون برنامج في جي يو اي. بس هو مش غلط وعاطل مش عاطل وكويس.
أصلاً إحنا في عندنا incorporated already في ال شو سميت بس في عندنا في عندنا الاستوديو نفسه راح أشارك فيه بالآخر في عندنا في الاستوديو نفسه عملوا incorporation لل Git تمام راح نشوفه. أوكي هذا هو واجهة ال Git اللي إحنا هنتعامل معه اليوم تمام. هنكون في عندنا فيديو بس هنشوفه اليوم لل Git Structure تمام. اوكي خلينا نفهم الستراكشر تبع الجيت. المشكله في الدورات وهو من الدورات اللي بيعطوهم في النت هذول انه ولا واحد بفهمك الستراكشر اركيتكشر تبع الجيت كويس وهذا مصيبه. بس بقول لك خذ الكوماند وحطه مع السلامه وخلص ما تفهمش. انت لازم تكون فاهم الاركيتكشر صح عشان انت لحالك تكون فاهم شو بتعمل. بس قاعد تكتب كوماندز تفهم الكوماند هذا شو بيعمل تمام. الكوماند هذا شو بيعمل؟ الكوماند هذا ايش بديه؟ انا ايش قاعد اعمل حاليا؟ انا ايش قاعد اعمل في الكوماند تمام. فخلينا نشوف في اكثر من اوبريشن اريا اللي بسموها تمام. في اكثر من منطقه في الجيت. منطقه الاولى اللي بسموها وركينج دايركتوري. انا حاليا وانا قاعد بكتب في الوورد او قاعد بكتب في الاندرويد ستوديو هذه وركينج دايركتوري تمام. يعني منطقه العمل انا قاعد اشتغل عليها. ولكن في منطقه ثانيه انضغط في بس في الجيت هاي واحده من مميزات الجيت هي الستيشن اريا. ايش هي الستيشن اريا؟ زي ما تقول هي المنطقه اللي بتجهز انك تستعمل الكوميت. ايش يعني كوميت؟ كمان ممكن تعتبره زي سناب شوت. يعني لما انت تعمل اذا ما تعمل سكرين شوت تحفظ شيء تمام، تحفظ تغيير وكانك تعمل حفظ. كل تغيير في هذول